بكم مستمعينا فين ما كنتوا، الا كنتوا في السياره ديالكم سوقوا بشويه، الا كنتوا في البيوت ديالكم مرحبا بكم معنا، ولا كنتوا في الخدمه ركزوا معنا واحد 13 دقيقه الموعد اللي نعطيكم فيه نصائح في مجال التغذيه باش تقدروا يكون المردود ديالكم في المستوى ان شاء الله. سي نبيل عيشي صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير الساده المستمعين. وانا تنبغي دائما نجدد، ما كرهتش نبقى نقولها كل نهار، ولكن تنبغي نجدد الشكر في حق عليك والاذاعات راديو دوزيام اللي منحتنا هذه الفرصه اننا نتواصلوا مع الساده المستمعين، لاكيد انهم تيستافدوا. تنظن ان الان والصبحات عندهم واحد الثقافه غذائيه سواء من خلال برنامج صباحيه دوزيام او من خلال راديو دوزيام، والحمد لله ان يعني في المغرب كاين هناك هذا الجانب التوعوي ديال الجانب الاعلامي. الحمد لله باش نرجعوا للعادات والتقاليد ديالنا في مجال ديال التغذيه، لانها عادات كيف ما شفنا مرات عديده اكتشفنا بانها متوازنه بطبيعتها، بانها رائعه بطبيعتها ولذيذه بطبيعتها، فياريت نرجعوا ليها. يعني البارح تكلمنا على الببوش او غلاله وشفنا الفوائد ديالو وعلاش كنحضر بقوه في المائده المغربيه، وعلاش كان تيتكال في فصل الخريف والشتاء بالذات. شفنا المنافع ديال الغلاله وديال الببوش وطريقه الطهي ديال الببوش لكل من فاتته هذه الفرصه بانه يتعرف عليها. اليوم غادي نتكلموا على واحد المكون من المكونات ديال البلول ديال الببوش واللي تيطيب فيها هو الزعتر. الزعتر ماده عجيب، كاينه في التجميل، كاينه في الدواء، كاينه في الاكل، كاينه في الطبخ، كاينه في كل شيء. تنديروا بها حتى دي تنديروا حتى البخار ديال الزعتر تنستافدوا منه فاش نديروا دي زانفوزيون ولا هذا، تنستافدوا من البخار ديالو. يعني هي عشبه مفيده بكل شيء ليها، بالسيقان ديالها، بالوريقات ديالها، يابسه طريه، كل شيء فيها مفيد. بغينا نعرفوا شنو هي مكامن القوه في هذا الزعتر هذا. فالزعتر اكيد ان المغاربه كان عندهم مش حال هذه، يعني المغاربه كانوا تيتناولوا الزعتر دائما وما كانوش يعتمدوا عليه، لان الان للاسف صبحنا تنلاحظوا بحال هذه الاغذيه هذه ولا بحال هذه المنتوجات هذه صبحت اكثر تنستعملوها للدواء على الغذاء، وهذا خطا، هذا اكبر خطا. ما نستناوش حتى نكونوا مراد عاد باش ناخذوا الزعتر. لا نهائيا نهائيا هذا خطا، انا اقولها واكررها. يعني الناس ما يبقاوش يستعملوا ديك الخلطات وديك الوصفات من اجل التداوي، من اجل نداوي السرطان، من اجل نداوي هذه، من اجل نداوي هذه، هذا خطا. نعم يساعد بعض الاحيان، ماشي في علاج ولكن في تحسين بعض المشاكل حنا غادي نشوفوا على مستوى الجهاز الهضمي ولا بعض المشاكل تيكون عندنا حريق على مستوى بعض الاماكن، ولكن خاص تكون عندنا العاده لاستعمال هذه الاغذيه هذه يوميا يدخل في المطبخ ديالنا. هذه هي اللي كانت عند المغاربه. المغاربه الزعتر كان داخل في كل شيء، كنستعملوا البخار ديالو. نعم تيتقطر الزعتر بحال الورد والزهر، تيتقطر وتيتستعمل في الاكل ديالنا. علاش غبت علينا هذا العالم؟ للاسف ما عرف، هذا هو المشكل. دابا هذا هو المشكل، الناس دابا هاد الزعتر بالله عليك شحال ساوي الزعتر؟ دابا قبطه الزعتر شحال ساوي؟ والو درهم، جوج درهم، خمسه درهم، 10 درهم. انا تنظن بان الزعتر من بحال بحال الملح والكمون اللي حاضرين في، انا محطوط مع العطريه بطبيعه الحال، خصو يكون محطوط مع العطريه وخصو يدار مع العطريه بشكل يومي. يعني الناس مشاو غير الملحه الملحه الملحه، الناس بالنسبه لهم العطريه هي الملحه والابزار، هذه هي العطريه بالنسبه لهم. هذا خطا، راه يمكن لي نستغنى على الابزار ويمكن لي نستغنى على الملحه، انا ما تنقولش الناس حيدوها، انا تنقول ممكن انني نستغنى عليها، ولكن الزعتر راه ما خصنيش نستغنى عليه، والكمون راه ما خصنيش نستغنى عليه، راه هي اغذيه خصها تتخاذ بشكل يومي، لان ملي تيجيو نشوفوا القيمه الغذائيه ديالها راه خصها تتخاذ بشكل يومي. واخا نتعرفوا على القيمه الغذائيه ديال الزعتر سي نبيل عياشي. الزعتر هو كذلك من بين الاغذيه اللي ذكرنا عليها مؤخرا، ذكرنا الرمان، ذكرنا ذكرنا السفرجل، ذكرنا كذلك غنتحدثوا على الزيتون، اوراق الزيتون، وكاين هناك الزعتر. تقشر الليمون تاوما؟ قشور الليمون لا، قشور الليمون ماشي بزاف، يعني تنهضر على المواد الدابغه. البلوط نعم فعلا ذكرتي في البلوط، فهذه اغذيه اللي اللون ديالها احمر، لان ملي تتخرج الماء ديالها تيخرج الماء احمر ماغو مغلوق، هذا تيعني بان فيها واحد المواد ديال لي بوليفينول، واحد المواد ديال أنتوسيانين، واحد المواد ديال مضادات الأكسدة بشكل كبير جدا. هاد مضادات الأكسدة للعلم كله الآن الفيلم كامل ديال التغذية داير على هاد مضادات الأكسدة، الكل يتحدث على هاد مضادات الأكسدة. فهاد المضادات الأكسدة هاد كاين فيه مواد بحال اللي كاينه في أتاي ليطانا، ليطانا كاينين في الشاي وكاينين كذلك في الزعتر، اللي هما دي فينول، واللي هما مهمين كذلك، هما اللي تعطيو هذيك
هذيك الخاصيه ديال ديال مضاد لبعض بعض المضاد للبكتيريا وانتي انفلاماتوار مثلا ملي تيكون عندنا الحريق مثلا في المعده تنشربوا هذاك الزعتر. الفتيات كذلك ملي تيكون عندهم الحريق ديال العاده الشهريه تيشربوا كذلك الزعتر. فهاد الخاصيه راجعه لهاد المكونات هذه. من بعد كاين مجموعه ديال المكونات اللي تيلعبوا الدور ديال مضاد للشيخوخه ولا مضاد للشيخوخه خصوصا الشيخوخه المبكري اللي ولات الان معروف. وكاين هناك لاسيد غوز مارينيك اللي هو مضاد للاكسده بامتياز اللي تيلعب هاد الدور الشيخوخه المبكره. وهاد لاسيد غوز مارينيك فين كاين؟ كاين في الزعتر يعني التناول ديال، ولكن ماشي غنشرب كاس الزعتر في الشهر ونقول انا شربته، لا خاص التناول ديال الزعتر كيف ما قلت يتم بشكل يومي. يا اما غنشربوا انفيزيون اولا غنرش شويه ديال الزعتر يعني نخلطوا في الطرق ديال الاستعمال ديال الزعتر، ماشي دائما انفيزيون ولا هكاك مسحوق ولا يعني كل مره داخل في الاكل، لان كاينين وصفات خصنا نقولوها وصفات اولا اطباق فيهم الزعتر بحال طاجين ديال القرعه خضراء مثلا ديروه بالزعتر او الشلاضه. علاش ما نرشوش شويه الزعتر فوق الشلاضه؟ هي رشها غير من الفوق. علاش ما نرشوش شويه الزعتر فوق لاسوب ديالنا؟ علاش ما نرشوش شويه الزعتر فوق الطاجين ولا تحيه للشيف هادي لانه تيستعمل الزعتر بشكل كبير بزاف. نعم. نعم. في الاطباق كلها اللي تقترح على مشاهدي صباحيه دوزام دائما تيقول لنا الاعشاب مناسبه داخل فيها الزعتر بطبيعه الحال بطريقه انا قلت يومية. ان كاين هناك امور اللي يمكن اضافه هذا الشيء، اضافه مثلا الكمون اللي تحدثنا عليه ولا اضافه الزعتر غيساعدني باش نتفادى هذيك لي زيبيس اللي هي مضره. مثلا اضافه الزعتر للسلطه مثلا ما غنحتاجش ندير فيها ملحه. اضافه الزعتر مثلا للطبق غيخليني انني نقص ربما من الملحه، راه ممكن نعجنوا به الخبز الزعتر تيجي لذيذ. فهنا يعني الخبز جربوا فيه شويه البصيله خضراء شويه الزيتون اسود نعم وشويه الزيت البلديه نعم والزعتر من ألد ما دابا هاد الخبز مشات تمشي تشريه على برا تيحسبوا لك الثمن الغالي. عرفتي تتعجنوا وجد هاد الخليط هذا، هرمشي شويه هذاك الزيتون غير شي شويه، زيت عليه بصيله مشلضه والزيت البلديه والزعتر بزايد، قبيس هاد الملحه وخلطوا مع العجينه، راه تيجي رائع جدا. يعني حيت مثلا نهضروا على الزعتر هو داخل كذلك في الاغذيه اللي تتلعب دور بالنسبه للناس اللي تيعانيوا من مشكل ديال الغازات او الانتفاخ على مستوى البطن. فشرب الزعتر او لا تناول الزعتر يقي من هذه المشاكل هذه. يعني خصوصا الناس اللي تعانيو يعني كاين الناس اللي تلقى عندهم هذه المشاكل على مستوى الجهاز الهضمي بشكل كبير، بطبيعه الحال خصهم يمشيو يستشيروا الطبيب أكيد. معالج غير حنا تنقولوا ان مثلا الناس مسافرين في شي بلاصه جا هذا المشكل هذا فممكن يشرب كاس ديال ولكن السينابيل العياشي اللي شائع اوسي، لان بزاف الناس حنا كنا فاش كنا صغار يعني تجيك شي وجيع في المعده او الدوره الشهريه او هذا تيغليو شويه الزعتر وتنشربوه. نعم. ولكن جات واحد الموجه من بعد تقول لك لا راه خاصكم تغليو الزعتر راه تينقلب الى سم، راه ما مزيانش، راه تيضر في المعده، راه كونسونطري مركز بزاف. شنو قولك في هذا الشيء؟ اللي كاين هو التركيز، لان خصنا نعرفوا حيت دابا هذا هو المشكل اللي كاين في الاعشاب، هو ان كاين بعض الناس تيسمعوا واحد العشبه او لا مثلا هضرنا على زيت الزيتون هذا الاسبوع كاين اللي غيمشي يبقى ياخذ جوج لتر في النهار. لا سيدي ودير هي معلقه في الصباح في الغدا في لاصالاد، طويسل ديالك غمس فيه زويته بلديه، دير في لاسوب عاوتاني معلقه ولا جوج في البصاره عاوتاني، يعني خصو يدوم قليل ومداوم احسن من كثير ومقطع. واضح. الكمون نفس الشيء، غدير شويه الزعتر نفس الشيء، حيت الزعتر خصنا نديرو 50 غرام في اترو. 50 وهذه هي المعلومه ديال النهار، 50 غرام في اترو. نعم. لان راه كنا مراتي وجبد راه كنا تنديرو حفنه في كاس وتنغليوها هك بالك هك بالك تبقى تطبخ تتولي كحله وتيقول لك يلا شرب. لا خاص ما نفوتوش 40 حتى 50 غرام في اترو في اترو دلما. واو. يعني الا غندير هو اصلا مركز. نعم. يعني الا غندير نص اترو غندير 25 غرام. يعني الا غندير الرابعه غندير 14 غرام ولا 10 غرام، يعني غندير معلقه كبيره في هذا ماشي حفنه. فهنا هذه النقطه نشكرك انك جبتيها، لان المشكل ديال النتيجه العكسيه هو مطروح في خلال الاعشاب، وبالتالي فالزعتر نعم مفيد، نعم ضروري، نعم خصنا نستعملوه، نعم خصنا ناكلوه، نعم نعم نعم، ولكن غرغره كذلك نعم بالنسبه للناس المضمضه ديال بندبوش بندبوش لانه مطهر للبكتيريا تيدر للشعر كذلك باش يحيد الدهون بطبيعه الحال بطبيعه الحال الاكسيتيبوم. يعني هذا الزعتر عجيب جدا، الاستعمالات ديالو كثيره بزاف، خصنا غير حنا نرجعوا له نرجعوا ليه. الله يجازيك بخير، لان الزعتر كان حاضر عندنا مثلا في هربل
كان ديما انا هربلت نطيبو بالزعتر والبلبله ديال الشعير كانت يدار فيها الزعتر الحسوه تيدار فيها الزعتر تماما تماما نعم. هربل انا ندير فيه شويه ديال الزعتر واحد الوصفه غنذكر بها المستمعين نعم. علاش عباد الله ما بقيناش الفكوز تنحكوه ونديروا معاه شويه الحامض ولا الخل نعم. الخل تيجي معاه احسن شويه السكر شويه الزعتر نعم. من ألد ما يكون اي الوصفه ما خدتش لي دقيقه 30 ثانيه باش نقولها لكم شي سميره كاين اسمح لي نقاطعك كاين اطفال تيجيو عندي رمي تنبقى تنهضر معاهم لان تنقوم بحث في هذا الجانب هذا هو الاطفال واش عارفين هذه الاغذيه هذه راه ما عارفينش شنو هو الزعتر راه تيعرفوه في المعيور تقول لا واه الزعتر راه ما عارفش هو ما معنى الزعتر راه ما عارفش واش ما عارف واش حتى كي داير واخا الزعتر بالفرنسويه لوغيغون هو لوغيغون لو طون شنو هو الزعتر داكور شوف الفرق ما بين الزعتر والزعتر كاين فرق كاين فرق نعم كاين فرق كاين فرق لان التسميات في علم الاعشاب شي علم الاعشاب بخلاف العلم التغذيه تقدر يكون فرق كبير ما بين جوج ديال العشبات بخلاف الجانب الغذائي ولكن مقرب بزاف لا في المنظر لا في الرائحه نعم قراب ولكن كاين فرق في الجانب الغذائي ربما نديروا شي حلقه على الزعتر شفنا اليوم معكم نعم. الزعتر ان شاء الله وكيفيه ديال الاستعمال ديالو ديروه في الحسوه ديالكم ديروه في الشلاده ديالكم خاصو البيتزا تنديروا في ليبات لا خاصو يكون ضروري في الكوزينه موجود بحالو بحال الملح والكمون دابا هادشي شنو اللي تيضرني وتضحكني في نفس الوقت دابا ملي تنشوفوا وصفه في الانترنت بيتزا فيها الزعتر تنديروا الزعتر ولكن ملي تنسمعوا راه البلبوله الشعير خصها دار فيها الزعتر ما تنديروش الزعتر ما تنديروش اصلا البلبوله حيت بلديه حيت بيتزا خصها نديروا فيها الزعتر البيتزا سي مودرن للاسف ونتمنوا ان شاء الله هذا القوه في البابوش كذلك نعم نتمنوا ان هادشي يتبدل ونرجعوا غير خطوه صغيره للوراء نعم نكونوا مقتنعين بهذا انا شوف انا دائما تنقولها ف الى جاو عندكم ضياف ودايرين البصاره حطوا لهم البصاره هذا ما تيعنيش قله الكرم ولكن خاص حتى الضياف حتى هما يكون عندهم شوف سميرة هذا الروح هذه وهذا الوعي هذا انا تنامن بواحد المساله الا كنت عارف راسي على صح راه خصني نمشي جوسكو بو يعني جيتي على غفله لقيتي داير البصاره اجلس مرحبا بك تاكل معايا البصاره الا ما عجباتكش نطيب لك حاجه اخرى نطيب لك حاجه اخرى ونعطيها لك فلوس ولا اللي بغيت المهم انا غتاكل معايا البصاره انا باش غنطيب لك انايا ندير لك حيت شنو هي الوجبه الخفيفه كاع ديال لا ديرنيغ مينوت الدجاج وبطاطا فريت وجوج قراعي المنظم من الزنقه انا غيقول لك تهلا فيا انا ماشي ضد انا ماشي ضد الكرم لا ولكن غير راه هذا من نوع من انواع الكرم انا كنت ندير لي بصار لان طلالي بصحته ما كاينش ما احسن من هذا الشيء واضح شكرا لك سي نبيل عياشي تخيل معايا دابا سميره وسخيت تخيل دابا انا ما سخيت تخيل دابا انت غادي يحط لك البصاره الببوش داخل بيه يا سلام رائع انا بعدا ناكلهم وعاجبك الحال ماشي عاجبني الحال احسن يعني افضل من هذا الشيء كامل افضل من الشوا والشيء الاخر ان شاء الله شكرا لك سي نبيل عياشي غادي نتكلموا على صديقة الأطفال البطاطس والأمهات لأن سريعة الطبخ البطاطا هي موضوعنا في كل وتمان غدا إن شاء الله كونوا في الموعد إلى اللقاء